فقرتنا هلا زينب كتير مميزة، ويمكن هلا كل أم حابة تستفسر عن هذا الموضوع. كيف أجعل من طفلي طفل مبادر ومؤثر وقيادي؟ هذا العنوان رح يكون محطتنا يلي رح نتعرف فيها على هالتفاصيل، على الشخصية المبادرة اللي بتكون هي من أهم الشخصيات يلي بيحتاجها مجتمعنا لنقدر اليوم ننهض ونبني ونعمر من جديد. يا ترى فينا هيدا الفكرة نزرعها بأطفالنا من عمر صغير؟ هذا السؤال رح تجاوبنا عليه أكيد الاختصاصية التربوية بيان عيد. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا. الخير، يسعد صباحكم. أهلا بيان، كيفك؟ تمام، يعطيكم العافية. يسعد صباحك يا بيان. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع ما بعرف اذا صعب او سهل، ممتنع على الامهات انه تنمي روح المبادره عند الاطفال. هلا انا بحس انه كل طفل عنده فضول لحتى يكتشف شيء، وعنده مبادره حتى انه يسبق اخواته او رفقاته. تمام. لكن هون بيجي دور الاهل كثير بالتنميه، مو انه بكبت هي المبادره. صح. فخبرينا اليوم عن الطرق اللي ممكن تستخدمها الام، نبلش بالام قبل المدرسه، كيف فيها تنمي روح المبادره عند اطفالها؟ هلا اول شيء خلينا نعرف انه نحن اليوم فتنا بالقرن يعني ال21، هي المبادرات اهم شيء يلي عم هيك تحقق تطور بالمجتمع، تنمي المجتمع، هيك تجمع الشباب بينات بعضهم. بقى قديش حلو نحن هذا الشيء نسعى له من عمر صغير. كيف انا اليوم بدي ازرع المبادره بروح طفلي؟ اول شيء انا بدي اكون قدوه تجاه هذا الطفل. يعني احد القصص اللي كانت مذكوره قريبا الفتره الاخيره قدامي، انه سيده من السيدات اضطرتها الظروف انه هي سكنت بحي شعبي لانه زوجها كان مضطر يكون قريب من اهله. بالتالي هي فكرت بذاتها انه انا كيف بدي اخدم هالحي اللي انا ساكنه فيه لهالفتره المعينه. قررت انه هي مثلا كل اسبوع او اسبوعين لازم تعمل مثلا طبخه كبيره وتخلي اولادها يساعدوها فيها، وتوزع جزء من هالاكل هذا على مثلا تختار 3 عيال او 4 عيال، عدد معين مناسب، تخلي اطفالها هن يشاركوا هذا الموضوع وهن يقدموه للاخرين. قديش حلو، معناتها قديش انت اليوم كنتي قدوه حسنه فعلا كأم، وعلمتي طفلك يبادر من عمر صغير. بالاضافه لما انا خليني اقول لك بعطي اذني لطفلي، يعني بسمع الافكار الايجابيه اللي طفلي عم بلش يطرحها. بعض منا قد يستهزئ شوي الكلام والافكار يلي ابنك بيقولها او بيطرحها عليكي. بالتالي انت قديش كثير مهم اليوم انه تعطيه ابنك، تكوني متجاوبه معه لكل فكره هو بيقول لك اياها. اكيد. يعني يمكن زينب عم تحكي بيان نقط كثير مهمه وكثير حساسه، ونقط يمكن هي عن جد هي لبناء جيل. يعني وقت الأم تأثر بطفل، هذا الطفل هو مشروع، خلينا نقول دكتور، مهندس، محامي، أي شيء بالمجتمع. ما رح نحصر الفئات العلمية، ممكن يكون مسرحي، ممكن يكون طبعاً. فنان. فقدي مهم تعطيه مثل ما بيقولوا الدعم الأساسي، مثل ما كيف بدنا نبني بناية على شيء مدعوم. هون قديش هذا الشيء مهم، يعني ما تستهتر فيه طبعاً. او تقول يلا بس يكبر، هي كلمه بس يكبر. طبعا اليوم الفكره الاساسيه انه نحن عندنا خلينا نقول نسبه 98% هن اشخاص عاديين، 2% من هدول ال 100% هن اشخاص مبدعين. كمان من هدول ال 2% في عندك يمكن 2 بالألف اشخاص مبدعين جدا. كيف انا ممكن احصل او خلي طفلي انه يكون منهم؟ لما انا من عمر صغير ببلش ازرع بطفلي ما بس الدراسه. نحن اليوم صاير فينا يوم الطفل بيقضي معظم نهاره بالمدرسه، بيرجع صحيح. نص نهاره عنده وظائف وتحضير امتحانات وكذا. طب نحن اليوم ضروري نسلط الضوء على انه البرمجه صار موضوع جدا مهم ومطلوب، اللغه صار موضوع جدا مهم ومطلوب، الكمبيوتر، مهارات التواصل والاتصال، مثل ما قبل شوي عم تذكروا بالفقره السابقه فقره الذكاء العاطفي. قديش هي الشغلات مهمه انه نحن من عمر صغير نبلش ندرب الطفل عليها ونهيئه. لما انت اشتغلتي على ارضيه صحيحه مثل ما ذكرتي، انت بتعرفي انه بالنهايه رح يطلع عندك طفل مبادر لمجتمعه وعنده رساله واضحه لهالمجتمع. كيف انا بدي ازرع كمان هذا الموضوع بطفلي؟ لما انا بشتغل على 3 نواحي اساسيه من عمر صغير، نعلم ابني اليوم يفرق بين شو هي الرؤيه تبعه، وشو هي الرساله تبعه، وشو هي الاهداف تبعه. كلياتنا اليوم انا بجي بسال ابني من عمر صغير انت شو بدك تطلع بالمستقبل؟ بيجي بيقول لي انه انا بدي اطلع مهندس، او انا بدي اطلع دكتور. كلهم دكاتره. دكتور. انا بدي اطلع دكتور.
طيب حلو. انا كثير اليوم صح بدك تطلع دكتور، بس انا اليوم بدي ساعدك لوضح لك الدكتور قديش بدك لحتى توصل له. اكيد. الرؤيه شو هي؟ هي المكان، المحطه النهائيه اللي انت رح توصل لها. عن جد انت رح تكون دكتور، وين ممكن تختار عيادتك؟ شو تخصصك بالطب حابب انه يكون؟ بدي اعرفه على هالمجالات هي. لما انا بعد من انا بدي اعرفه بالرساله تبعه، شو هي الشغلات او الطريق والمسار اللي انت لازم تمشي فيه وتسلكه لحتى انت فعلا انك انت توصل لمهنه الطب اللي انت حابب انك توصل لها. الاهداف شو هي الاهداف؟ عندنا اهداف صغيره اللي مثل انت كل سنه بسنه بدك تدرس وتنجح بمذاكراتك وبامتحاناتك. الاهداف الكبيره اللي هي مثلا انت وصلت للصيفيه، شو انجزت خلال هالسنه؟ شو الشغلات اللي انت حققتها؟ لما انا علمت طفلي من عمر صغير هالثلاث شغلات الاساسيه، ثاني انا بعرف انه ابني بيوم من الايام رح يوصل لشخص عن جد هو يقدر يكون مؤثر ومبادر وقيادي بالمجتمع. يلي هو فعلا نحن اليوم كثير صرنا بحاجته. نعم. يعني بيان كمان خبرينا، يعني حكيتي نقطة كتير مهمة، لما الأم تتناقش مع طفلها الصغير بأبسط التفاصيل والأهداف والأحلام الصغيرة، يمكن هو سمعانا أو شايف شخصية معينة متأثر فيها بده يطلع مثلها، يوم عم تناقشه بحلم ما عم تفرض عليه واقع هي بدها إياه، لأنه طبعا هذا الزمن بيختلف عن الزمن القديم. أكيد. يعني أكيد. والحياة صعبة، بتلاقي أكيد. بعض الأهالي بيختلط عليهم لسه الموضوع، عم يفرضوا على أطفالهم واقع يمكن ما يكون مبدعين فيه، وبالنهاية ما يتناقش معهم بأحلامهم. اليوم مثل ما قلتي تنمية روح الإبداع والمبادرة وتحديد الأهداف خاصة بهذا الجيل، لأنه الحياة صعبة، فبدأ الواحد يكون عم بيخطط له صح حتى يطلع أولاده ناجحين بمكان ما. قدي مهمة هي النقطة أنه الواحد التشاركية بالأحلام والأهداف. كتير كتير، هي من أهم النقط يمكن اللي احنا لازم اليوم نسلط الضوء عليها، لأنه في فرق اليوم بين الخيال صحيح. وبين الواقع يلي نحن عايشينه، وهي من أهم الشغلات اللي نحن لازم نساعد أطفالنا وندعمهم من عمر صغير، إنه في شغلات نحن حلمانينا ونحن صغار بس ما تحققت، وبالتالي ما وقفت الحياة عند هالأمور هي. حلو إنه نحلم، بس في شغلات قد نحققها وفي شغلات لا. من أحد القصص اللي مرقت معي بمجال عملي، إنه في أب وأم اختلفوا بنوع التربية مع أطفالهم. يعني الأب من صاحب هيك العقلية التقليدية بالتربية، إنه لا أنا بدي أفرض على ابني شو المجال اللي لازم يفوته وكرماله وكرمال مصلحته، بينما الأم هي مع نوعا ما التربية الحديثة، إنه أنا بدي أفتح مجال الإبداع لأولادي لحتى هن يثبتوا ذاتهم ويثبتوا نفسهم بالمجتمع، وبالتالي الإبداع هو اللي رح يخليهم يوصلوا ويحققوا شغفهم 100%. بعد ما اختلفوا الأب والأم قرروا إنه أنتي أم توجهي لتربية البنات وأنا أب رح أتوجه لتربية الصبيان. بعدين الطفل لما هو الطفل اللي هو حكى القصة هو صار بمرحلة إنه هو صاحب عيلة، هو صار عم يقال إنه إخواتي البنات نجحوا بحياتهم لأنه أمي ربتهم تربية حديثة وخلتهم هن يختاروا المجالات اللي هن بدهم إياها. واحدة منهم اليوم صارت دكتورة بالجامعة، واحدة منهم اليوم صارت رسامة إلى معارضها الخاصة، بينما نحن أنا وأخي طلعنا أشخاص عاديين جدا بالمجتمع، يا دوب نحن عم نقدر نروح على شغل الصبح. الزمن هو اللي أثبت تمام. بالتالي نحن لازم مهمتنا اليوم كأهل وكتربويين إنه نحن نطلع على هالقصص وهالتفاصيل اللي بتصير بالمجتمع ونتعلم من عبر الغير لحتى أولادنا ما يردوا اليوم يوقعوا، لأنه نحن اليوم خلينا نقول كفانا أشخاص عاديين. صحيح. يعني نحن اليوم بحاجة شوي بقى هيك صحيح. يظهر الإبداع شوي بأولادنا بالجيل اللي طالع لحتى صحيح. نقدر هيك على القليلة يكونوا الأهل سند، يمكن سالي بظل الظروف الصعبة الأهل يكونوا السند الأساسي. تمام. إذا أنا اليوم ما بقدر حقق كواقع لابني كل شيء، اقل شيء اني انا اقدر احقق له كحوار كحديث كاسلوب، كاني انا ادعمه بحلم هو عم يحلم انه هو يوصل له. صحيح صحيح. بيان يمكن لا يمل من هذا الحديث، لانه لسه في عنا كثير جواتنا اسئله بدنا نسالها، في تفاصيل معينة حنتعرف عليها، حيكون لنا لقاءات تانية معك أكيد. وأيضا إن شاء الله هيك مرق الوقت بسرعة، يعني نحن قطعنا وقت ولكن مرق بسرعة أكيد. شكرا لوجودك معنا، تسلمي لي، شكرا للنصائح والمعلومات والتفاصيل اللي قدمت لنا حبيبتي. شكرا لكم. شكرا لك يا بيان، وإن شاء الله هيك يكون الكل استفاد من كل المعلومات اللي عطيتينا إياها. شكرا لك. العفو يا هلا.